كهربا ما دام في مطره، اوعى السلك بقى، كهربا والضغط العالي. قبل ما اخش على الكهرباء والضغط العالي، بما انك ذكرتني، احنا كنا تحدثنا عن تناول الكابتن مدحت شلبي لموضوع كهرباء وعملنا فقره، وطبعا احنا متوقعين انه هيعلق عليه وده حقه مؤكد. وكابتن مدحت شلبي احنا كثيرا ما بنعقب على بعض، بس في اطار من الاحترام المتبادل. هو حد بعت لي اللينك بتاع الفقره واشار ان انت قطتني بمعلومات ما معناها مضلله، ها، وان انت بتمثل يعني السؤال وانا بمثل، حب يعني يديني وضع قال التاريخ. اشكره انه ينظر الي هذه النظره، لكن انا برضه يا استاذ مدحت، يا كابتن مدحت، احنا هنا شركاء، ما حدش بيضلل حد. اللي ضايقني ايه؟ اللي ضايقني انه، وانت عارف يعني انا مش جاي بسخنك، انت فتحت الموضوع معايا، فحد بعت لك اللينك، ان يشار الى، اسمح لي قبل ما تتناول الموضوع، ان يشار الى الكابتن ابراهيم المنيسي بالمنسي. كابتن ابراهيم المنيسي واحد من اهم صحفي وقيادات الصحافه الرياضيه والصحافه بشكل عام، يعني ده قياده صحفيه توقعوها في اي لحظه، ثم هو اعلامي بقاله على شاشات التلفزيون حوالي 10 سنين، لا يشار إليه إلا باسمه وبالتوقير الذي يستحقه والاختلاف الذي تستحقه. يا باشمهندس انت اختلف معاه كابتن مدحت زي ما انت عايز، بس ما ينفعش المنسي المنسي المنسي، لا يعني انت عندك احسن من كده وانت احسن من كده، ما ينفعش. انا عايز اقول لك على حاجه، يعني بس يعني انا ما بحبش ندخل الخاص في العام. انا كنت اتمنى ان الكابتن مدحت شلبي بعد كل السنين الطويله ديت، لانه الراجل ما شاء الله، يكون عنده قدر من الاختلاف في المضمون اللي احنا عرضناه، لكن من الخيابه قوي ان انت تختلف على الاسم. طب ما انا ما بطلعش اقول لك لا شلفوكه ولا دربوكه ولا الكلام الفارغ ده كله، مع ان انا اقدر اقول اكتر من ده بكتير قوي. احنا بنشير الى منتهى الاحترام، وكنت اقدر اقلب في اوراق وارجو الا نضطر لده، لانه انا فعلا لو اضطريت للرد في الموضوع ما اعتقدش ده هيكون في صالح لا شلبوكه ولا دربوكه ولا الكلام الفارغ ده. احنا اتفقنا بقى يا استاذ ابراهيم، فنتمنى. لا يعني انت ليك حق انك تتضايق، بس مش عايزك ترد بنفس الاسلوب. لا نتمنى، معلش يعني اسمح لي، ان اضطررنا خليكم شاهدين. لا برضه معلش، خلينا اصل برضه لما احنا وصلنا عيش. انا عايز اسال سؤال، ما احنا كلنا بناكل عيش، احنا هنا بناكل عيش وهو شغال متطوع؟ يعني ايه اكل عيش؟ مش فاهم. اعلانات البوكسر واعلانات معرفش ايه وكل الاعلانات اللي بتعملها، ده اكل عيش ولا تطوع؟ ما تخليناش، يعني مش اهانه انك تاكل عيش يعني. يعني اتمنى ان يعني مستوى الخلاف يكون على الاقل على قد مستوى السن، اتمنى ده. يعني هو الفكره انا بقولها ليه؟ لان احنا وهو وصلنا الى مرحله ما ينفعش نفرج الناس علينا. خلينا نتكلم في المواضيع ونرد بمنهجيه. على فكره ده اللي بنتمناه، لو رد هو بمنهجيه، هو بنى رده على على حاجه. قال ان الاستاذ ابراهيم منيسي يعني قال لي وما قالش بقيه كويس الموضوع، يعني انت زي ما قلت ان جه نصر عزام، الاستاذ نصر عزام الشخص المهذب المحترم اللي انا بحترمه جدا وهو راجل عنده علمه، لكن ما قلتش انه جاب الاستاذ هشام عبد ربه ولا عايز اقول لك على حاجه، يعني هو ده. لا لا خلينا استناني بس ونرجع عشان ما اتفضل. لو اكتفى بهذا كنت هلتمس له العذر، قد التمس له العذر ويبقى اقول لك فسر لنا يا استاذ ابراهيم، فانت تفسر. قد التمس له، لكن لما يحولها ان هي دي مربط الفرس وان هي دي تديله الحق انه يتهكم، لا انا مش متفق معاه يا سيدي. هتتهكم صدقني، بص اسمعني، اسهل حاجه التهكم، واسهل حاجه
يعني كابتن مدحت يملك تراث ثري جدا لاي حد عايز يرد عليه. فعلا ماده ما شاء الله، وعلى الاقل لو مش في البرامج على اليوتيوب هتلاقي الدنيا الناس قايمه وقاعده من الضحك، لكن لا ده نهجنا، او على الاقل نتمنى ان احنا لا نضطر لده كاسلوب او منهج عمل. لكن احنا اشرنا الى نصر عزام، الاستاذ نصر عزام لما يتم تقديمه انه ده محامي محايد وانه كويس ان انت مش مع سين ولا صاد، طب الاعلام لغايه النهارده بيقدم الاستاذ نصر عزام وليه كل التقدير كمحامي انه محامي نادي الزمالك. اول امبارح كتير من المواقع، واعتقد اخرها يمكن بوابه اخبار اليوم، يوم الجمعه من ثلاث ايام بوابه محامي الزمالك يكشف مصير كهرباء. ده مش يتقال السوشيال بعد اعلان انتقال الاهلي، بعد يعني اعلان الانتقال نفس الموضوع بالظبط. يعني يقول لك لا هو ساب من سنه، انا مش قضيتنا انه ساب من سنه ولا مش سنه، حتى لو ما زال موجود في الزمالك يقدم على انه متبني وجهه هو نظر ساب من الزمالك. سنة اعتقد انه او هشام عبد ربه نفس الحاله بالنسبه للاهلي. ما هو نفس الحال بالظبط. هو مش ساب ومسك، هو دلوقتي عنده مكتبه اللي بياخد القضايا دي او دي. فانت تاخد القضيه في اي وقت، ما فيهاش ان فلان سابك في اي لحظه ممكن اي نادي يسلك. لكن الزمالك مش هيجي اما يكون عنده قضيه يديها للكابتن الاستاذ هشام عبد ربه، والاهلي لما يجي عنده قضيه مش هيروح للاستاذ نصر عزام لارتباط كلا من الشخصين. فخلي كل واحد يعبر عن وجهه نظر اللي اقرب ليها، واخد بالك؟ ايوه يعني هي هشام عبد ربه هيوجه عبر وجهه نظر الاهلي لانه ادرب بكواليس مطبخ الاهلي القانوني. خلاص هو لا، وكمان هو اتحسب. يعني بصرف النظر هو بيشجع مين او مشجعش، احنا مش داخلين في الحته دي. انما هو اتحسب خبراته وحتى وعلاقه العمل والمعلومات اللي عنده، حتى ما ان انا اخد معلومات في مكان لمده 10 سنين واروح امثل نادي تاني بهذه المعلومات اللي في اللي قد استفيد منها، ويتحول النادي اللي كنت بدافع عنه الى خصم. بالظبط. في تقاليد في المحاماه وفي الحاجات اللي زي كده، يعني ومع هذا هو هم بعدوا عن الموضوع اصلا. هو ان احنا بنتكلم عن كهرباء، وازاي وقت ما يتقال ان هو قرب من الاهلي نبدا نفتح له كل السواد بتاعته. هو ده الموضوع. انما الشكل اللي اتكلمنا فيه ان لا، ما يحسبش الاستاذ نصر المحامي انه ولا هشام عبد ربه محايد، عشان نبقى موضوعيين. لازم هو بحكم ان هو كان عنده خبره، هو اقرب للمطبخ. طب الاستاذ هشام قدم ازاي؟ قدم ان هو منتمي للاهلي. انا ما اعرفش قدم ازاي، لان انا ما شفتوش، لانه فعلا هي انت بتتفرج على مقاطع على اليوتيوب جات لك بالظبط. فانت اتكلمت عليه، لكن نفترض ان هو كان يعني هو ده رده، يعني انا ما انا جبت كمان الاستاذ هشام، واخد بالك؟ خلاص انت جبت الاستاذ هشام، يبقى هو ده الرد بس، مش اكتر من كده يعني. انما استوعدك بالرد القادم. ما احنا مش عايزين بقى، طيب عايزين نتوقف عند هذا الحد. استاذ ابراهيم كهربا جه الاهلي، لو سمحت لي خلاص يعني ما وعدكش، بس خلينا نتكلم بعدين. خلاص كده خلينا نقدم للناس ما يفيد الناس، يعني هناك ما يغري الحقيقه. خلينا نتكلم على الاهلي وندافع عن الاهلي. طيب